وحققت في شأنهم، وعندي فوق هذا الكل وزير ثم وزير ثم وزير ثم وزير، أربعة وزراء أغبياء ما يخدموش خدمتهم عيب. عزلت خمسة أعوان منهم عونين اشترك في تزوير شهائد علمية. اي هذا واقع، هذا واقع. جات التفاق في المسرح في المسرح الوطني شهادة علمية مزورة بطبيعة مشرية، وثبت ذلك مش أنا أول ولا نهول ولا نهتري. هو يا اخي هو معناها في المسرح الوطني بركة الناس داخله بشهاده علميه مزوره. والله انا سمعت ان الانترفيو نتاع فضل الجعيبي لان نعرفه كانه له احترام كبير ولو عنده مشكله داخليه الان كبيره، اما بكل صراحه اليوم كما قلت يعني في وظائف كبيره المسرح الوطني، لو انسان يخدم في مؤسسه وطنيه كبيره وخدمه وتعاملت من عام 83 وغيره وقت منتصف السويسي الله يرحمه، بعد شده سي محمد ادريس وشده سي فضل الجعيبي، وشفنا احنا اسبوع المسرح اللي تعدى كان فظيع بكل المعايير. معناها وشفنا معناها زميلتنا فوزي المزي كتبت مقال مهم جدا على المساله هذه وعديد الناس، ويمكن السيد الوزير مش قاعده توصل له التقارير الصحفيه لانه السياسي لازم ياخذ بعين الاعتبار هذاك، لكن اللي قاله فضل العايبي فيما يخص النقطه هذه انا لا اعطي له رأي في مسائل اخرى، اما فيما يخص النقطه هذه قال ثبت وانه فضيحه وانه ناس يعني المسرح دراسات معمقه وعنا معهد وعنا مدرسه مسرحيه توصيه كنا الاولين في العرب في المسرح، يعني فضيحه من الطراز العالي. لكن سؤالك انت زاد كي بو بلوس بو موا، اليوم عندنا ناس في مناصب ارقى بشهيد مضروبه فما بالك بالمسرح، ولو مع احترامي المسرح وانا مسرحي واعشق المسرح. خلي ان شاء الله بكش الوزير انت قلت ما وصلوش السياسي، ولكن بالك شي يسمعها وبلغ صوته قال لها فضل الجعيبي ويتنسيل وزير ايش باش يعمل الوزير اللي هو بيدو ايضا اليوم ربما برشا كلام قاعد يتقال عليه وبرشا مؤاخذات قاعده تتقال عليه وبرشا ملفات سيما زاد عندهم رساله اشكاليه والحق انا شفت حتى يوم الثقافه اللي عملوه اغلبها الناس الصف الاول نتاع الاداره ياخذوا في الجوائز مثقفين ما يحبوش الجوائز. معناها انا ما نحبش احكي على مساله شخصيه مثل انا اسبوع المسرح يا اخي باربي الناس كل اجماع المسرحيات كانت باربي لي مايور يتعامل ما خذوهاش اسبوع المسرح ما رجيتش حتى عليهم قلت لهم قعدوا ارقد في تبنك. انا بالنسبه لي عملنا عمل والجمهور هو هذاك احنا سي سفيان ديما نقولوا ان شاء الله ترجع الكفاءه هي المعيار الرئيسي في البلاد. شكرا لك، موعدنا ان شاء الله يجدك العاده غدوه نصنا مرضي.